ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. حسم البطل المغربي في فنون القتال المختلطة عثمان زعيتر مساء اليوم السبت نزاله مع الفنلندي تيمو باكالين بالضربة القاضية، وذلك في إطار النزال الذي جمعهما في صنف الوزن الخفيف برسم بطولة اليو اف سي 242 التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وبذلك يفي عثمان وهو الأخ الأصغر لبطل العالم المغربي أبو بكر زعيتر بوعده أثناء تقديم المتصارعين لاختيار الوزن خلال الندوة الصحفية، حيث أكد شقيق البطل العالمي أبو زعيتر أنه يعتزم رفع العلم المغربي عاليا بالإمارات العربية المتحدة من أجل إدخال الفرح على الجماهير المغربية. وخلال لحظة المناظرة خطف البطل المغربي العالمي الأنظار حين توجه نحو باكالين قائلا له: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قبل أن يصافح البطل الفنلندي. وتجدر الإشارة إلى أن النزال الرئيسي في دورة اليو اف سي 242 سيجمع اليوم بين الروسي حبيب نور محمدوف بطل العالم في الوزن الخفيف ومتحديه الأمريكي داستن بواريه البطل المؤقت. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.